يلا زمان يعني بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يامر بالعدل والاحسان الى الناس اللي تحكموا بالعدل سيدي رئيس الجليل حضرات الساده المتسلمين على مدار عامين كاملين شرفنا بالوصول امام المحكمه الموقره والمحكمه حققت الدعوى تحقيقا غير مسبوق بان احاله المتهمين الى مصلحه الطب الشرعي لتثبت المحكمه بعض الامور التي تحدث عنها المتهم المتوفي الى رحمه مولاه وجاء التقرير الفني على النحو المعروض امام المحكمه نافيا لما قال به ودحض ما قال به ولنا في ذلك حديث القانونيه والمحكمه ايضا في شق انسان بشكل الشهود وعرض صور المتهمين لبيان عما اذا كان المتهمين هم المعنيين بذلك الاتهام من عدمه وكان شاهد الاثبات الوحيد صاحب الحانوت الذي قرر انه شاهد اثنين ولم يشاهد ثلاثه وان احدهما كان يعرض بقدمه وان ذلك لم يتبينه الطبيب الشرعي على النحو المعروض امام المحكمه. ان كانت الواقعه قد تمت بدوله ليبيا وكان هناك امور تحدثنا عنها في مرافعه سابقه ولكن لابد ان نعرض للباعث الدافع على ارتكاب الجريمه. قالوا ان المتهم الثاني محمد عبود يقوم بجمع الاموال وتسليمها الى احد الاشخاص الذي يقوم بدورها بتحويلها الى اهاليهم بجمهوريه مصر العربيه. اصبح المال في هذه الفتره امانه وليس مملوكا للمبني عليه وانا من قمت بتسليم تلك الامانه وعلم علي حسن المتوفي الى رحمه مولاه ان محمد عبود انقذ المجني عليه المتوفي في ذلك اليوم ما يقارب 120 ألف دينار ليبي وهذا أمر ثابت واتصل بصاحب الشأن الذي سيوصل إليه المبالغ وسلم الهاتف إلى المتوفي إلى رحمة مولاه المدعو عبد الله والذي أفاد باستلامه المبلغ وترك ذلك المكان. ترك المكان وترك من خلفه المتهم محمد عبود ولم يذكر من قريب أو بعيد المدعو احمد كمال على نحو ما صنعه من امام المحكمه. اختمر فكر السرقه في نفس علي حسن الذي رصد وشاهد الواقعه وعلم ان المبني عليه تسلم المبالغ من المتهم الثاني الذي لا مصلحه له في ان يسرق مالا هو مؤمن عليه ومسؤولا عنه لان المسؤوليه في تحويل وجمع تلك الاموال مسؤوليه متعدده. هو من قام بجمع الاموال ثم بدوره قام بتسليمها الى ذلك الوصيل الذي يقوم بدوره بتسليمها الى طرف ثالث هو الذي يقوم بتحويلها الى جمهوريه مصر العربيه. اذا الامر هنا حضراتكم انني امينا على تلك المبالغ وان من قام باستلامها امينا شانه شاني في هذه الامانه ومن ثم لم يثبت انه مالا مملوكا للمبني عليه حتى نقول ان صفه المال قد توافرت في هذا الامر حتى تسند النيابه العامه في ليبيا لان احنا برضه مقدمين بامر الاحاله اللي جاي من ليبيا ولم يكن لنا دورا فيه ولكن كان لزاما على النيابه العامه المصريه بعد ان اطلعت على الاوراق الخاصه بهذه الدعوه وبعد التحقيق مع المتهمين وفقا لضوابط قانون العقوبات فيما يتعلق بالاختصاص وبارتكاب الجرائم المرتكبه خارج القطر المصري واذا كان المتهم مقارب الفعل من سكان الجمهوريه فيجوز محاكمته على النحو الذي شرفنا فيه بالوصول امام المحكمه. المحكمه ارادت ان تترقم وتتبين الخيط الابيض من الاسود في هذا الامر بتحقيق امر جوهري فيما يتعلق بصور المتهمين وعرضها على شهود الاثبات المتواجدين بدوله ليبيا الا ان مكتب التعاون الدولي على مدار سنه كامله لم يفينا بشيء على هذا النحو المعروض. نعود الى حديث القانون في اوراق الدعوه. وان كنا قد عرضنا اننا لا ناقه لنا ولا جمل وان واقعه الدعوه لها تصور اخر. ذلك ان التصور الذي تمت به الواقعه على نحو ما اعترف به المدعو علي محمد حسن تصور محدد. انهم كانوا ثلاثه والشاهد يقول اثنين وليس ثلاثه. وأن الواقعة على النحو المعروض أنه شاهد أو سمع استغاثة
وشاهد هبوطا من المبنى عليه يجري في ذلك المكان، وشاهد احد الاشخاص يفر هاربا، وكان قد شاهد عرج في رجله، اي انه اعرج. اذا هو حدد انه شخص هارب او شخصين وليس ثلاثه على النحو المعروض بفكر شيطاني. حال سؤال ذلك المتهم المتوفي بعد ذلك، لان هناك نظام قبلي يتحكم في عرف في دوله ليبيا في مساله القصاص، انه تم قتله بمحبسه، وقدمت للمحكمه شهاده الوفاه، اي انه مقتص من المجني من المتهم مقارب ذلك الفعل. افاد ذلك الامر انني لو كنت صاحب حق في قصاص شرعي وطبقت الشريعه الاسلاميه، وكان القصاص ان السن بالسن والعين بالعين، وكان قد قتل من قتل، فاصبح الامر هنا في مساله الدم منتهيه شرعا. لماذا؟ لان الفعل هنا قد تم القصاص من المتهم علي محمد حسن الذي ثبت لأهلية المجني عليه انه من قام بفعل القتل. الدفاع القاضي يثبت اولا بتمام القصاص الشرعي، بتمام القصاص الشرعي من اولياء الدم بقتل المتهم علي محمد حسن بمحبسه قصاصا شرعيا، بما ينتهي ذلك القصاص بقتل ذلك المتهم الذي اشارت اصابع الاتهام اليه. ندلل على هذا الامر، ضبط هاتف محمول بمكان حصول الواقعه، تم الاتصال باخر رقم، تبين انه شخص يدعى ابو لطيف، ثم بعد ذلك تم التواصل فعرف بشخص علي محمد حسن فتم القبض عليه. اذا مسرح الجريمه يثبت ويشير الى ان الهاتف المحمول يخص من يدعى علي محمد حسن. اذا ضبط اثر يدل على تواجده، وان كان هناك اخر لم يستدل عليه في ذلك التوقيت، ولكن لم يكونوا ثلاثة حتى يستقيموا ذلك الأمر على نحو ما سنعرض لأدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة بدولة ليبيا وفقا لما جاء بأوراق تلك الدعوة. إذا الأمر هنا أن هناك هاتف، وهناك استدلال، وهناك وصولا إلى شخص صاحب الهاتف، وتم القبض عليه، ثم كان اعترافا مزيفا يخضع لتقدير المحكمة الموقرة. الدفاع القاضي يدفع ببطلان الدليل المستمد من إقرار المتهم الذي انقضت الدعوى الجنائية وفات، وذلك للتناقض والتعارض مع الدليل الفني، للتناقض والتعارض مع الدليل الفني فيما يتعلق، اثبت لي بعد اذنك، فيما يتعلق بتقرير الطب الشرعي لكلا المتهمين والتي احالتهم المحكمه، والتي لم يثبت ان بهما اصابه تعاصر حصول الواقعه، وتعذر على الطبيب الشرعي، وان ذلك التعذر وفقا للضوابط القانونيه لمصلحه المتهم، لانه لم يقطع ان بهما اصابه تشير الى وجود عنف، حسبما قال المتهم في اقواله ان هناك اصابه قد لحقت بالمتهم الثاني، وهذا امر لم تتبينه او لم يتبينه الطبيب الشرعي، وان الاصابه التي كانت لديه تعود الى 10 سنوات سابقه على تلك الواقعه المعروضه امام المحكمه. اذا حتى نحاكم بدليل جنائي معتبر وفقا للضوابط التي وضعها المشرع في الماده 214 من قانون الاجراءات الجنائيه، فلا بد ان يكون دليلا صحيحا. الدفاع القاضي يقول ان اقرار المتهم بطلان
بعذر على الطبيب الشرعي ايه؟ ان يحدد معاصره الاصابه لتاريخ حصول الواقعه في 23/3/2016 وان ذلك الاصابه